متأكد إن هو ده المكان؟ ده آخر مكان الموبايل كان موجود فيه قبل ما يتقفل. ماشي أوكي شكراً. إيه الأخبار يا حسين؟ البيت بتاع واحدة اسمها هنادي عبد العال عنتر من نفس الغجر اللي هم عاكف منه. شفتي عاد؟ صدقتيني؟ قلت لك محدش عارف عاكف جدي. هو أنت إيه؟ أنت هبلة ولا عبيطة ولا شكلك كده؟ ولا مستنية لغاية ما اللي يحصل يحصل؟ وتقولي ما كانش في إيدي حاجة أعملها. مين جالك ده؟ أنا دايماً عندي اللي أعمله. وعاكف عارفك ده زين. أنا الوحيدة اللي عارفة سره. أنا دراعه وعينه ورجله. أنا اللي من غيري يعرفش يعيش. وعشان كده مش ممكن يرجع في وعده ليا ولا يرجع في كلمة قالها لي. بكرة تشوفي لما ترجع لبيتك وأهلك. أنا بس كنت عاوزة أطمنها يا أخوي. عندك حق يا هنادي. أنا ما ائتمنتش مخلوق على سر غيرك. وما تشيليش هم. هي هتطمن لوحدها. عارفة يا هنادي؟ أنا ما حبيتش حد في الدنيا كلها جد أم الله يرحمها غيرك. ومحدش في الدنيا كلها حبني جدها غيرك. غلاوتها من غلاوتك. وجيمتها من جيبتك. بس أنا أم الله يرحمها لما وقفت في طريقي قتلتها. أنت غالية عندي صح. بس مش هتكون أغلى منيها. أنت اللي عجبتي على نفسك بالإعدام يا هنادي. لا في الجبلاوي. ما ينفعش أعيش. واسمعه تحت دس حد يا هنادي. انت اللي حكبت على نفسك بالاعدام يا هنادي. انت اللي حكبت على نفسك بالموت. مع السلامه يا هنادي. لا لا مع السلامه. لا مع السلامه يا غالي. لا انت اكيد مش بني ادم. لا حرام عليك حرام عليك. لما تبقي تحصليها قولي لعاكف الجبلاوي بيقول لك غصب عني.